أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن عدوهم، وانصر ولدهم. مقتدى 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 يا الله، يا محمد يا علي يا مهدي، انصرنا. لا يزال الكلام في كتاب بداية الحكمة الفصل الخامس في بعض أحكام الفصل. المصنف أراد أن يثبت حكمين من الأحكام الفلسفية علما للفصل. الحكم الأول حقيقة النوع في فصله الأخير، وهذا الحكم الأول بيناه سابقا وشرحناه، وقلنا أن كل نوع موجود بالخارج هو يتألف من مادة ومن صورة نوعية، من مادة ومن صورة نوعية، ولا يمكن أبدا أن يوجد نوع من الأنواع بمادة دون الصورة النوعية، فلا بد أن تتحد المادة مع الصورة النوعية ليكون نوعا خارجيا. وهذا أيضا بينا سابقا، قلنا أن المادة وهي الإمكان الاستعدادي هي نفس الجنس، لكن بلحاظ عقلي مغاير للجنس. اللحاظ والاعتبار العقلي مغاير للجنس، فإن المادة هي نفس الجنس لكن بلحاظ عدم الحمل، والجنس هو نفس المادة الأولى الهيولة اللي هي القابلية والشأنية والاستعداد لكن بلحاظ الحمل. وأيضا قال المصنف أن الجنس والمادة الأولى الهيولة لا يمكن أن يحصل ويتحصل في الخارج إلا بعد وجود الفصل. ليش؟ شنو السبب؟ يقول لأن الجنس ماهية مبهمة لا يمكن أن تتحصل في الخارج إلا بفصل معين، صحيح؟ والفصل هو الصورة النوعية، وبنفس اللحاظ السابق، يعني الصورة النوعية هي نفس الفصل لكن بلحاظ عدم الحمل، والفصل هو نفس الصورة النوعية لكن بلحاظ الحمل، فإذا الفصل هو المحصل للأجناس خارجين فيكون هو حقيقة الفصل. هذا واحد. اثنين، أن الفصل الأخير جامع لكل كمالات الأجناس والفصول والكمالات المتقدمة، صحيح؟ فعندما نأتي إلى الناطق نراه، يعني المدرك المعاني الكلية، نراه واجدا لجميع الكمالات السابقة اللي هي عدم الاحتياج إلى موضوع، ما يحتاج إلى موضوع يحل فيه لأن هو موضوع له طول وعرض وعمق، صحيح؟ له نفس سائلة، له نفس ناطقة. النفس هي بالواقع من أنواع الجوهر، صحيح؟ النفس، لأن الجوهر إلى خمسة أنواع، من ضمنها شنو؟ النفس، الصورة النوعية، المادة الأولى الهيولة، والجسم المطلق. فإذا له نفس، النفس ناطقة على قصدي، لأن الناطق بدون النفس هذا راح يكون عرض. فإذا قلنا الإنسان حيوان ذو نفس سائلة، ذو نفس ناطقة، كلمنا السائلة زين، ذو نفس ناطقة، نفس ناطقة، نعم يكون هو الفصل، هذا الفصل للنوع. فإذا يأخذ كمال الجوهر عدم احتياجه إلى موضوع، ويأخذ كمال الجسم الطول والعرض والعمق، ويأخذ كمال الجسم النامي، يعني الإنسان هو ينمو حال النبات، له
نمو قهري قسري لا إرادي، مو كيف أنه ينمو أو لا ينمو. هذا النمو حالة حال النبات، زين، النفس النباتية نسميها، وله حساس إحساس ومتحرك بالإرادة، فجمع جميع الكمالات السابقة. إذا الكمالات السابقة كلها وجدت واجتمعت وين؟ بالفصل الأخير، الفصل الأخير اللي هو الناطق، فيكون حقيقة النوع هو الفصل الأخير. هذا معنى القاعدة. ثم أن هناك من الفلاسفة من أشكل هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ كيف تقولون أن حقيقة النوع بفصله الأخير؟ نقول لهم ليش؟ قالوا إذا حصل التجرد ما بين البدن وما بين الروح، إذا حصل التجرد اللي هو الموت، الموت هو مو انعدام، وإنما شنو؟ عبارة عن انفصال النفس عن من؟ النفس عن البدن، واضح؟ إذا حصل هذا الانفصال فإن الفصل الأخير يكون فاقداً لجملة من الكمالات، منها كمال الجسم المطلق اللي هو الطول والعرض والعمق. ما بعد الروح مالها طول وعرض وعمق، صحيح؟ وكمال النفس النباتية اللي هو النمو، بعد ما كنا نمو. فإذا الفصل الأخير كان فاقدا لبعض الكمالات المتقدمة، واضح؟ فإذا الفصل الأخير لم يكن جامعا لكل الكمالات المتقدمة عليه. شلون راح نجاوب؟ شوف المصنف شو يقول. يقول هذية النوع بمن؟ به، يعني بفصله الأخير. يقول أخذ هذا المثال اللي يطي ملا هذه السبزواري وبعض العلماء المتقدمين مثل فيض الكاشاني، واعتبر به. أنت حاسبتنا على المادة، تقول شلون إذا فصلت النفس عن البدن؟ نقول لك ها، انظر الآن إلى هذا الباب. هذا الباب هم أعطوا مثال السرير بس هي نفس الشيء. هذا الباب إذا كان حديد إيش نطلق عليه؟ باب. إذا كان خشب باب، إذا كان ألمنيوم باب، إذا كان بي بي سي باب، إذا كان من حجر أكو أبواب من حجر باب. فإذن إحنا خو المن باوعنا، المن نظرنا، نظرنا إلى شنو؟ إلى هيئة الباب، الهيئة مع الباب. وهي شنو الهيئة؟ بالله شنو الهيئة؟ وهي تلك الهيئة التي يمكن الدخول والخروج من خلالها. هسه شنو علاقة بالمادة؟ انت هم نفس الشيء، انت ليش تنظر للمادة؟ خو انت تعال المن للإنسان الذي له نفس ناطقة، فأنت أنظر للنفس الناطقة سواء كان ببدن مادي أو بدن مثالي أو ما شاكل ذلك، هو يبقى ناطق، فيبقى الفصل الأخير موجود، واضح؟ ويعبر عنه أنه إنسان، يعني ترى الإنسان صورته ما تغير. يعني إذا تريد تشوف إنسان بدون بدن، ما شايفين بعالم الدنيا إنسان بدون بدن؟ وين؟ بالمرآة، بالمراية، باوع المراية، أكو بدن؟ لا ماكو. البدن إلى طول وعرض وعمق، بينما هاي الصورة اللي موجودة بالمرآة هي أعراض فقط، بس أعراض، ماكو بدن، إلى لون، شكل، طول، هيئة، أي ماكو. هو هيك الموجودات البرزخية، هو نفسه نفسه، بس يكون أعراض دون الجواب. فإذا هذا واحد، هذا الجواب الأول. فالفصل هو الفصل سواء كان بدن أو لم يكن ببدن. ثم لا تنسى أكو مسألة، يعني أنت ستحاسبني على المادة، النفس منو قال لك ما لها مادة؟
أنت أيها المستشكي شنو بتعرف لي الوجود النفساني؟ النفس راح نعرفه فيما يأتي. النفس هي عبارة عن الموجود المجرد ذاتا الذي يحتاج إلى المادة في أفعاله. إذا لم يحتاج ما أكو مادة، منو قال لك ما أكو مادة؟ تنقلاته بأفعال النفسية، تنتقل، تأكل، تشرب، كذا تتكلم، منو قال لك ما تحتاج المادة؟ فردي هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن الفصل غير مندرج تحت جنسه. يعني شنو يقول؟ يقول إذا أردنا أن نعرف الفصل فلا يمكن أن نعرفه بجنس معين، ما يمكن. ليش ما يمكن نعرفه بجنس معين؟ يقول معقول الفصل ما يحتاج إلى جنس تعريفي؟ نقول نعم ما يحتاج. هذا الحكم الثاني، لأنه لو احتاج إلى جنس معين هذا الجنس الآخر يحتاج إلى فصل، لو ما يحتاج يحتاج، وهذا الفصل هم لازم نعرفه بجنس، فيحتاج إلى فصل فيتسلسل. مع العلم نحن عندما نأتي إلى الشجرة المعروفة في العلوم العقلية، هي شجرة لها انتهاء أو ليس لها انتهاء. هاي الشجرة اللي أخذناها، الإنسان، الحيوان، مو الجسم النامي، الجسم المطلق، الجوهر. أكو شيء فوق الجوهر بعد؟ إلها انتهاء أو ما لها انتهاء؟ إلها انتهاء. بينما إذا أخذنا الجنس في حد، يعني في تعريف الفصل، فما راح يكون للتعريف انتهاء، وهذا على خلاف الشجرة المعهودة في العلوم العقلية. فإذا لا يمكن أن يندرج الفصل تحت جنس من الأجناس. ها سؤال، إذا لم يكن الفصل مندرجا تحت جنس من الأجناس، نسأل الفلاسفة، إذا شو يكون الفصل بالنسبة لي؟ شو يكون الفصل بالنسبة لمن؟ إلى الجنس. يعني مثل ناطق، شو يكون بالنسبة للحيوان؟ الجواب راح يكون عرض من الأعراض، راح يكون عرض. ما هو الدليل؟ لأن لانطباق تعريف العرض عليه. تعال عرف العرض، شنو هو العرض؟ هو الكل المحمول على الموضوع بعد تقوم الموضوع بجميع ذاتياته. جيب الجنس اللي هو الحيوان، شنو تعريفه؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، تمت حقيقة الجنس. بعد ما نحتاج بعد شو تقول؟ ناطق. شوف الناطق كلي محمول على الجنس بعد تقومه بجميع ذاتياته، فيكون عرض، فيكون عرض. هذا الدليل. إلى هنا انتهى الكلام عن الفصل الخامس. الفصل السادس يأتي عليه الكلام، الحمد لله.